الأمم المتحدة من وين أصلها؟ كلنا بنسمع أمم متحدة ومجلس الأمن الدولي والدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان وحقوق الطفل وإلى آخره. طب الأمم المتحدة من وين أصل النشأة تبعتها؟ فعلا هي قامت على أساس القوانين الدولية اللي بتضبط الدول والحفاظ على الأمن والسلم الدولي، ولا إيش الأساس اللي قامت عليه؟ طبعا القانون الدولي ما كان موجود قديما، كانت هناك أعراف تضبط المجموعات البشرية. بنقول أعراف هي مجموعة من القواعد نشأت لضبط العلاقة بين المجموعات البشرية، وكان الالتزام عند هذه المجموعات البشرية بدافع الخوف من الرأي العام ودافع ذاتي ومعنوي، وكان جزء من هذه الأعراف أعراف خاصة وأعراف عامة، مثل كان قتل الرسل أو عدم قتل الرسل والتعرض لهم هي من الأعراف الدولية العامة، وكان جزء من الأعراف الخاصة هي عدم القتال في الأشهر الحرم. ولكن مع المدة ومع الزمن في آخر عهد الدولة الإسلامية المتمثلة في الدولة العثمانية، أخذت الدولة العثمانية في فتح أوروبا وأخذت بالسير واجتياح أوروبا ونشر الإسلام، فعندما وجد حالهم النصارى والدول النصرانية في أوروبا ضعف أمام زحف المسلمين، حتى نشأ عندهم المثل إنه جيش المسلمين جيش لا يقهر، فأخذوا بالتفكير بكيفية مواجهة المسلمين وضع حد لنشر وزحف الإسلام نحو أوروبا، فطلعوا بفكرة وسمها اجتمعوا عليها الدول النصرانية، سميت بالبيت النصراني. اجتمعت الدول في أوروبا تحت مظلة الفاتيكان ومظلة الكنيسة النصرانية لمواجهة الإسلام تحت مسمى البيت النصراني. فأساس الأمم المتحدة هي البيت النصراني في البداية لمواجهة الإسلام وحرب الإسلام والوقوف ضد الإسلام. في 1919 تم إنشاء عصبة الأمم، وكان الهدف منها هي منع أي دولة لمزاحمة الدولة الأولى في العالم وهي بريطانيا، والحفاظ على مصالح الدول الكبرى. وبعد ما قامت الحرب العالمية الثانية أقيمت الأمم المتحدة، بعدها أقيمت الأمم المتحدة وكان الهدف منها هي تقسيم العالم والحفاظ على مصالح الدول الكبرى. واصطلحت هذه الأمم المتحدة على مصطلحات للتدخل بشؤون الدول والسيطرة على الدول الأخرى والشعوب ومص دماء الشعوب تحت اسم الإرهاب والمقصود فيه الإسلام، فكان بحجة الإرهاب تنشئ هذا المصطلح بأي مكان تريد أمريكا الولايات المتحدة اللي هي الدولة الأولى في العالم للتدخل في أي دولة بأي شعب. وأيضا من المصطلحات الحفاظ على الأقليات وحماية الأقليات في بعض الدول، الحفاظ على الحدود ومنع الاعتداء الدول على بعضها البعض. كل هذه الأمور كانت حجج للتدخل في شؤون الدول والشعوب ومص دمائها. فالأمم المتحدة هي أصلها نشأت بتكتل ضد الدولة الإسلامية وضد المد الإسلامي في أوروبا. هل مثل هذه الدول اللي تنشئ الذرائع للتدخل في شؤون الدول وشؤون الشعوب وامتصاص دمائهم هي صالحة إنك تلجأ إليها لحلول للمشاكل بتعتري الشعوب والدول؟ هذه الدول اللي بتستغل كل ذريعة من الذرائع وبتنشئ المشاكل حتى هي تفرض حالك وسيط للحل حتى تمتص دماء الشعوب والدول، هل هذه تصلح أن تكون وسيط للحلول ورفع الظلم؟ هل مثل هذه الدول وهذه المنظمات اللي نشأت بناء على تكتل ضد الإسلام وضد المسلمين وضد الزحف الإسلامي وضد نشر الدعوة الإسلامية تصلح أن تكون وسيط لحل مشكلة فلسطين؟ هل هي تكون وسيط لحل مشاكل الشعوب والأمة الإسلامية في الشرق الأوسط وفي غيرها على وجه الأرض؟ فاللي بلجأ لهذه المنظمات هو في حقيقته أدى إلى انتحاره السياسي في تضييع قضاياه واستلام الأعداء لرقبته ولحياته ولروحه.